وده لعابه اسمه نفالح ذاك على الشيخ ربيع وكده، وده برضه من الناس اللي حشروهم ودسوهم عشان يزيد يعني يغلو في الدعوه السلفيه لحد ما قال ما نسكت عن الحق ونرد في اي لحظه ونرد على كل باطل. فطلع بدع الشيخ الالباني. الشيخ ربيع، الشيخ ربيع قال في المجلد الرابع من مجموعة فتاوى الشيخ العلامة ربيع حفظه الله الصفحة تقريبا 67، قال مما أخذ على فالح إنكار المصالح والمفاسد. راجعوا المجلد 4 تلقوه، كان بينكر المصالح والمفاسد. طب نقول دي لكلكة. قال والآن بعدما ضل ميع الشريعة كلها، ميع بفقه المصالح والمفاسد لكن فقه فاسد. عشان كده ولن يشاد الدين احد الا غلبه. شفت الشاب اللي بيقعد يلف ويدور في الدين ويصف فقه المصالح والمفاسد بانه لكلكه وما يراعي المفاسد ابدا، والله ده اذا مات ابو انصلح بتلقاه برا، لانه الرسول قال صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين احد الا غلبه. شفناهم بيع النبي، بيع النبي شفناهم كان بي يعني بيشدد وبيغلو في الدين، في النهايه تركوا الدين مره واحده. واحدين بقوا ملاحد عديل، واحدين تركوا الدعوه السلفيه لسه مسلمين لكن بقوا اصحاب اهواء واغاني وزنا وبنات وخمره وغيره، لانه ولن يشد الدين احد الا غلبه. فلازم وفق المصالح والمفاسد لا يكون بالعواطف، كما انه لا يكون جراء العواصف. يعني ما يكون حماس وزول مشدد يقول لك مصالح ومفاسد، ولا يكون زول بعاطفته يقول لك اسمع بس بحس كده بس، جاو احساسي انه دي مفسده مفسده، جاو احساسي انه دي مصلحه مصلحه، لا لا لا، بالعلم بالعلم.